اليوم حلقتنا على الميت جالا والهدف تبعه هو جمع تبرعات للميتروبوليتان ارت ميوزيوم. هالسنه كان الاختيار على كوم دي جارسون، كل سنه اذا بدك بيختاروا ديزاينر هو يقرر الثيم تبع الميت جالا. اليوم كان كوم دي جارسون يلي هو عن جد كان كثير موجود كمان على الريد كاربت. نقينا لهالمناسبه خمس اسوأ لوكس بينوا على الريد كاربت، وافضل خمسه لوكس كمان بينوا على الريد كاربت. رح نبلش باول اختيار للبست دريس، طبعا ريهانا هي اللي بتربح، كل سنه ريهانا ما بتفشل باختيارها للثيم تبع او للدريس تو فيت ذا ثيم، فعملت ستيتمنت انترنس وقت ما فاتت على الريد كاربت. ثاني اختيار لنا كان بريانكا يلي كانت لابسه من تصاميم رالف لورن. الدريس كان اذا بدك الكونسبت تبعه هو ترنش كوت، وعملوا الترنش كوت بطريقه شوي فوتوريستيك شوي افانغاردي. ثالث احلى اطلاله كمان كانت بهالميت جالا كانت ليلي روز ديب يلي هي الاجاريه تبعت شانيل، كانت لابسه فستان فوشيا يلي هو اذا بدك سكابريلي فوشيا كولر يلي هو لون كثير قوي، كمان كانت عامله ستيتمنت بيس. رابع احلى اطلاله كمان كانت بالميت جالا بليك ليفلي يلي كانت لابسه من تصاميم اتوليه فيرساتشي، سو الاختيار تبعها كان كثير حلو، كان افانغارديز والاطلاله كانت عن جد مميزه. اخر اطلاله لنا بالبست دريس كانت لكارا دلفين يلي كانت لابسه سوت عن جد اذا بدك كانت مطابقه للثيم تبع الميت جالا، اعطانا كمان بيرفكت لوك لها ثيم الافانغارديز. ننتقل هلا لأسوأ اطلالات، أسوأ اطلالات كمان نقينا خمس اطلالات، أولهم رح نحكي عن كيم كارداشيان، كيم كارداشيان يلي إذا بدك تميزت بالدايرينج لوكس تبعولها بالميت جالا، هالمرة راحت شوي كثير سوبر بالاطلالة تبعتها، كانت لابسة فستان أبيض من تصاميم فيفيان ويستوود، كان اختيار كيم كارداشيان شوي بيسك لمناسبة مثل الميت جالا. ثاني أسوأ إطلالة مع إنه هي طبعاً أفانغارديست وشوي أوت أوف ذا وورلد كانت لكيتي بيري يلي كانت لابسة من تصاميم جون غاليانو، هالمرايات يلي محطوطين حد راسها ما قدرنا نفهم شوي شو ستيم، وهالأحمر يلي من فوق لتحت مغطى وجهها كمان كان شوي تو ماتش ريد. ثالث أسوأ إطلالة بتربحها سولانج أختها لبيونسي يلي غابت عن هالحفل بسبب حبلها، كانت لابسة كمان من تصاميم كوم دي غارسون، اختيارها ما كان كثير حلو، يمكن عن جد فيوتوريستيك بس منه كثير موفق. رابع أسوأ اختيار كان لهيلين يلي كانت لابسه كمان من تصاميم كوم دي غارسون، هل اذا بدك هالليبل يلي شفناها كثير على ريد كاربت، كمان ما كانت موفقه اطلالتها. اخر أسوأ اطلاله كانت لمادونا، مادونا نقت هالمره تصميم شوي كاموفلاج شوي ارمي، يمكن ما فيه شيء افانغارديست الفستان اللي اختارته، كانت لابسه هالمره من تصاميم موسكينو. هذا كان كل شيء لليوم، ثانك يو سو ماتش.